حاليا حتى اللي يتم اصطقافه، يا اما انه هو يكون متابع لحاله داخل المستشفى، او انه هو يحمل تصريح بالتجول صادر عن لجنه الكورونا من ضمن العاملين في هذه الجائحه. وحوالي 85% صراحه من الناس متعاونه معنا ومطبقين قرار الحظر يعني في جميع التقاطعات. حتى الان الحركه يعني بسيطه. و نصيحتك للمواطنين يعني، وانت من يعني وانت وسط شارع يعني، انتم هناك من لا يرى بعملكم، انتم موجودين تحت اشعه الشمس، احنا نعرف تضاريس سرت ونعرف شمس سرت جيدا، فانت شنو الرساله اللي توجهها للمواطنين وليش انتم قاعدين هنا؟ والله احنا قاعدين هنا طبعا كلها من شان المواطنين ومن شان اهلنا في مدينه سرت. رسالتي ليهم نامل منهم التعاون معنا. احنا طبعا اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا اعطت فرصة للمواطن انه هو يتجول على رجليه للمحلات اللي مسموح بها انها تفتح خلال الفترة هذه لعند الساعة 12 ظهرا. يعني ديما استغل الوقت هذا وما تحاولش انك انت تزيد عن الوقت هذا، ديما دير في بالك انك انت محدود بوقت معين، مش انت تخفف علينا احنا كرجال المرور والعاملين في كل التقاطعات من الجهات الامنيه، انك انت تساهم معنا في المحافظه على الاهل وعلى الناس والحركه داخل المدينه. وكذلك التحوطات الامان، نامل من المواطنين انهم يلبسوا الكمامات، جميع الامور اللي انت تقوم بحمايتك. شكرا جزيلا سيادة الرائد، بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، يعني هذه يعني احدى التقاطعات في مدينة سرت، رصدنا وجود الأجهزة الأمنية هنا، هنا تتواجد دوريات مديرية الأمن، يتواجد دوريات الإدارة العامة للمرور التابع للمديرية، أيضا رفقة قسم النجدة في مديرية أمن سرت، ويتواجد على كافة التقاطعات في على طول خط المدينة. أخيرا يعني لربما المدينة خلال الأيام القادمة ستشهد يعني تكثيف للحظر في الشوارع، وأيضا هنا اللجنة نبهت أكثر من مرة على ضرورة الالتزام الكامل بالحظر. المسؤولية كبيرة تقع على عاتق الأجهزة الأمنية والغرفة الأمنية المشتركة بسرت، ربما يعني وهي تطبيق سلطة تطبيق قرارات الدولة والقانون، يعني في ظل نعم ما تعانيه هذه المدينة. هذه المدينة هي مدينة حاضنة للقوات المسلحة، هذه المدينة تعتبر أحد خطوط القوات المسلحة، ولكن نرى أو نرى الدولة أو رصدنا الدولة أو هيبة الدولة في شوارع المدينة الالتزام الكامل حتى من قبل المركبات العسكرية التابعة للقوات المسلحة، التزام كامل حتى من أعضاء المديريات وأعضاء الأجهزة الأمنية في مدينة سرت. ربما هذه في هذه النشرة سلطنا الضوء على جائحة كورونا وعلى الاستقبالات الأمنية داخل المدينة. نعم، وإليكم الصوت والصورة. نعم رجب بليبلو، موفد قناة ليبيا الحدث بمدينة سرت، أشكرك وأشكر ضيفك أيضا سيادة الرائد إبراهيم الجروشي، أحد أفراد مديرية أمن سرت، شكرا جزيلا.